بالحماس لحضور الرحلة التي تنظمها مدرستنا إلى سهل مملكة التمور الأخضر. نريد أن نعرف من سيذهب من أصدقائنا حتى ننظم حفلات في أثناء الرحلة. أعتقد أن الجميع سيذهب. لا، لن يذهب الجميع بالطبع. خنيزي سوف يعتذر عن الذهاب. ها؟ ولماذا سيعتذر؟ انظر، لقد أرسل لي أمس رسالة وحكى لي عن ظروف خاصة لديه ستمنعه من الذهاب إلى الرحلة، فقد اشترى بمصروفه ألواناً مائية ولن يتمكن من دفع اشتراك الرحلة. انظر، ها هي الرسالة. أولاً، لا يجوز أن ترينا رسالة خنيزي هكذا يا شيشي، إنها رسالة خاصة، ولا يجوز أيضاً أن تقول لنا سبباً خاصاً قاله لك. وما المشكلة في هذا يا تمور؟ كلنا أصدقاء. ليس هناك ما يضايق خنيزي يا تمور، هذا أمر عادي. أنا لن أجادلكما في أمر كهذا، وبالنسبة لخنيزي سأحاول أن أجد حلاً ليحضر معنا الرحلة. زغلول، مجهول، أعتذر إليكما، فأنا أريد خنيزي في أمر خاص، أستأذنكما أن تتركانا وحدنا. أمر خاص؟ ما الذي حدث؟ ولماذا يا تمور؟ منذ متى نفعل هذا؟ اتركانا وحدنا قليلاً، فيبدو أن تمور يريدني في أمر خاص ولا يريد لأحد أن يعرفه. حسناً يا خنيزي، كما تريد، هيا بنا يا زغلول. أنا لا يعجبني أسلوب تمور معنا. ماذا حدث يا زغلول؟ لقد جاء تمور منذ قليل وطلب منا أن نتركه وحده مع خنيزي لأنه يريده في أمر خاص. لا أعلم منذ متى ونحن بيننا أمور خاصة، ولماذا لم يتكلم أمامنا مباشرة؟ لقد فهمت، يبدو أنه يريده بخصوص الرحلة. لقد حكى لنا أنه سينشغل بتجربة الألوان المائية الجديدة، ولكن هذا ليس السبب الأساسي الذي سيعتذر خنيزي لأجله. ماذا؟ وما هو السبب إذن؟ سأحكي لكما. أنا سأعتذر لأنني أريد تجربة الألوان المائية الجديدة، لا تشغل بالك. يبدو أنك لا تعرف أن شيشي أخبرني أنا وخلاص بسبب اعتذارك الحقيقي يا خنيزي. ماذا؟ هل أخبركما حقاً؟ وفتح لنا رسالتك التي أرسلتها له أيضاً، وقلت له إن هذا خطأ كبير ولا يجوز أن تفتح لنا الرسالة هكذا، فهو أمر خاص بينكما. أنا لا أعلم لما فعل شيشي هذا، لقد طلبت منه ألا يخبر أحداً، هذا محرج جداً بالنسبة لي. نحن أصدقاء في النهاية، وسنحل مشكلة المال التي تسببت في عدم حضورك رحلة معنا، ولكن قبل هذا لابد أن نحل المشكلة الكبرى أولاً. وما هي المشكلة الكبرى؟ حفظ أسرار الأصدقاء ورسائلهم يا خنيزي، وعدم الإفصاح عنها. أريدكما في أمر مهم. ماذا هناك يا تمور؟ أريد أن ألقن شيشي درساً، وأريد أن يعلم زغلول ومجهول وخلاص هذا الدرس ليتعلموا أيضاً. ماذا حدث لكل هذا؟ خنيزي أرسل رسالة لشيشي يحكي فيها سراً خاصاً به، ولكن شيشي أفصح عن السر وفتح لنا الرسالة، والأغرب أن جميعهم يرون أن هذا عادي. إن هذا أمر خاطئ بالطبع، لا يجوز أن يفعل شيشي هذا، وهم مخطئون أيضاً لأنهم لم يلوموه على هذه الفعلة، ولذلك أريد أن يقتنعوا أن هذا خطأ. وكيف ستجعلهم يقتنعون؟ هل أخبر شيشي أحدكما بسر خاص من قبل؟ كيف سنتصرف في هذا الأمر؟ هل سنجد حلاً ليذهب خنيزي معنا إلى رحلة السهل الأخضر؟ أريد أن أتصل بتمور لأرى ماذا فعل في هذا الأمر، لقد قال إنه سيجد حلاً. جيد أنكم هنا، دجلة تريدكم في أمر مهم. ماذا هناك يا دجلة؟ هل تذكر يا شيشي السر الذي حكيته لي منذ فترة وقلت لي لا تخبري أحداً به؟ نعم، أتذكره. ونحن نريد أن نعرف هذا السر، ما رأيكم في هذا الأمر؟ لا، إنه سر بيني وبين دجلة، وقد وعدتني ألا تحكيه لأحد. ها؟ ألسنا جميعاً أصدقاء؟ ولا توجد بيننا أسرار؟ أليس هذا كلامكم جميعاً؟ ما رأيك يا زغلول أنت وخلاص؟ ألا تذكران أن بينكما وبيني أسراراً وعدتكما ألا أحكيها لأحد؟ هل أحكيها للجميع هنا؟ نحن جميعاً لنا الحق في معرفتها. أنا لا يا تمور،
لا داعي لهذا، لقد عرفنا خطأنا. والأهم من هذا أن تعلموا أن هناك أشياء يجب أن تكون خاصة، وأنا بالطبع لن أحكي سراً بيننا، وأريد أن أطمئنك يا شيشي، نحن لم نعرف سرك مطلقاً، وديجلا لم تسمح لنا بمعرفته، ولكن فعلنا هذا فقط لكي تعرف خطأك. لقد علمت ما حدث أيها الصغار، ويجب أن تعلموا أن هذا خطأ كبير جداً، فمن الأمانة أن نحفظ أسرار أصدقائنا حتى لا نحرجهم أو نضرهم أو نضايقهم، فإن أسرار الأصدقاء تعتبر أمانة كبيرة، يجب أن نحترمها ونقدرها جيداً ونحافظ على سريتها، كما أن الرسالة التي يرسلها إليك صديقك تعتبر سراً أيضاً، ويجب ألا يراها غيرك أبداً. لقد تعلمت من هذا الدرس يا جدي، وعندما حدث الأمر لي شعرت بالحرج الشديد، لذلك أنا أعتذر بشدة، وهذا لن يتكرر مرة أخرى. وأنا فهمت يا جدي، وعرفت أن كل منا يملك أسراراً لا يريد أن يعرفها أحد، وهذا من حق الصديق على صديقه. نعدك أن هذا لن يتكرر يا جدي. حسناً إذن، ويجب أن تدركوا أهمية الخصوصية في حياتنا، فكلنا لدينا مساحة خاصة، نحن نمتلك الحرية في مشاركتها مع من نحب، ويجب على الآخرين أن يحترموا هذه المساحة ولا يتجاوزوها أبداً. فهمنا يا جدي، ولكن ماذا سنفعل في أمر خنازي؟ آخر موعد للتقدم للرحلة اليوم. لا تقلقوا، لقد حللت الأمر بالفعل وقمت بدفع الاشتراك أمس، وسنذهب كلنا إلى رحلة السهل الأخضر. هذا